No, 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 no. الشكايه دابا علاش كتبقى شي بيتي تشوف الشكايه الشكايه اللي مسكره راني نشوف لك الشكايه وما السيده هذه الشكايه كما كتلاحظوا هنايا هاد الناس كيعيشوا حنا راه كنهضروا بارتجاليه وبعفويه لان دخلنا عندهم على سبه وما على غفله وما تيتكلموا الشلحه وواحد السيده اللي صورت معها من قبل هي اللي كترجم ليا عذرونا المتتبعين الكرام ديالنا هنايا مساكن كيفاش كيديروا الماكله ديالهم وكيفاش كيطيبوا الغداء ديالهم وهذا هنايا فين كيسكنوا في هذه الخيمه هذه شحال من شهر نتوما خدامين ساكنين هنايا من نهار الزلزال وانتم ساكنين هنا ها النمره لنا سبعه انياغي سبعه الناس اللي ساكنين هنا الناس قالت لك هما في الخيمه بالنسبه للوثائق هذه ولاد الناس والشكايات وهذا هما هذو الشكايات ديالهم كيف ما كتشوفوا يعني كاين واحد الكم هائل من الوثائق اللي ما ما يتسعش لنا الوقت باش نقراو هذا الشيء هذو الرسومه ديال الدار ديالتهم يعني هنايا الرسومه ديال الدار ديالهم المهم المهم ماشي مشكل هذو هما الوثائق ديالهم بالنسبه للشكايه هي هذه لا يا سيدي ها هي الدار ديالنا كيف ما كتشوفوا هنايا الدار هنايا يعني عندها واحد الهدم اللي شبه كلي لما قلناش كلي هي هادي وهما مساكن دابا تقريبا من شهر 9 لحد الان لان البدايه شهر 5 دابا وهاد الناس هادو باقيين ما استفدوا ما حتى شي حاجه كنتمناو من السلطات انهم انهم يشوفوا من حالهم وتكون واحد الالتفاته لهاد الناس هادو لان ما كاينش اللي غيتكلم الناس مساكن ما يعني الناس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الناس مساكن يعني البسطاء وكيعيشوا على قد الحال وضروري كيخص يعني واحد التفاتة من طرف السلطات لهاد الناس هادو باش ما يبقوش مكرفسين هنايا دابا هي في البرد راه البرد راه ما تيقدروش ينعسونا ودابا في الحرارة عاوتاني راه وقت الحرارة راه ما تيقدروش ينعسونا دابا هي هاد الخيمة هادي كينعسوا فيها قال لك سبعة الناس يعني هي هادي الخيمة هادي كينعسوا فيها سبعة الناس يعني سبعة الناس راه صعيب الحال صعيب الحال الله يرحم الوالدين اللهم امين هذا دارنا حنا دوك هاي حد دارنا لي هنا ها هي هي هذه حتى هاد الخشبة هاي هي دارنا الدار ديالكم هي هادي هي هادي هادي في يعني هنا فين ماتوا هاد الناس هادو؟ هنا فاش ماتوا هنا وليدي فاش مات الخطب دابا هنايا دابا هاد الحيط هذا ديالكم انتوما هذا هذا اييه داك اللي من اللي ماشي ديالنا غادي يحيد غادي يحيد اييه وبالنسبه لهاد الناس اللي ماتوا قلتي ماتوا في هاد الدار هادي هاي البلاصه هاي هنا فاش ماتوا اييه دابا فاش ربت لكم هذاك الوليد اللي بقى كيتنفس مشوي كيبقى واحد الوليد وبقى مسكين الحمد لله مسكين واحد الوليد راه تيقرضوك مراكش ايوا الحمد لله الحمد لله والامر لله المهم هنايا قلتي فين وقعت لكم الكارثه ديال الزلزال يعني في هاد الدور هادو كما كتلاحظوا المتتبعين راه حنا بريس هاد هادشي اللي تبقى من هاد ما تبقى من هاد المنزل ديال هاد الاسره هادي اللي راح الضحيه ديالها اربع اشخاص وبقي منهم الاب والام والاب مكفوف لا يرى لمده 30 سنه كما قالت زوجته هنايا الدوار هذا تقريبا هو كامل كيف ما كتلاحظوا انه تصاب بالزلزال الاب ديالهم جبدوه من هنا من تحت هذاك الحجر هذا قالت لك ان الزوج ديالها جبدوه من هنايا وحفظه الله مسكين يعني ما وقع ليه والو لكن ما كتلاحظوا راه هنايا الدوار كامل كامل ريب بالنسبه لكم نهار اللي وقع الزلزال اشنو كنتو نتوما نيا كديروا بالضبط واش كنتو ناسيين ولا كنتو خارجين على برا ولا انا قادنا ربي وتوصلت عند ولدي مشيت بغيت ندير التحليلات نتاع الملحه مشيتي بغيتي ديري التحليلات ديال عند ولدي قادنا ربي ايوا الحمد لله مات الناس درع السوق مات الناس قالنا ربي هذا طاح علينا حيط
وطلع ولادو تيتجارا وطلعوا الناس من كل بصاله جبدو جبدو من تحت الحيط باقي له العمر جبدو طالبين سدو والاخرين جبدو 200 آه بالنسبه لمرات وولدو ولادو ولادها ثلاثه طلع تراكس تيجبد جوج ولاد عروستي مرت حسن وبنتو وولدو وبنت عبد العالي بنت 13 عام ما شاء الله مشاو لينا جيراننا بلا عادات ما شاء الله انتم يعني ماتوا لكم اربعه وجيرانكم بلا عادات ماتوا ثلاثه جيراننا ماتوا ثاني ثلاثه جيراننا وكيجيو عندكم هنا شي مسؤولين كيصوروكم كيسولوكم كي جاو الناس تايصوروا جاو عطاو الناس المعاونه عطاو الناس كل شيء الحمد لله ولكن احنا ما شدينا والو الدعم باش نبنيو ما شديناش يعني درتو الشكايه وما شتيتو لا دعم لا والو الشكايه مشاو تحنا وتدير الشكايه عند القايد كل شيء تصور ومشاو ولكن كاين الله والباقي الله مازال ما والو ما شدينا الشعر اللي شدو الناس العلف ما شدينا الغنم اللي شدو الناس حنا ما شدينا لا الشعر ولا الغنم ما شديتو حتى حاجه كاين الله والباقي الله سبحان الله الدراري عندهم ولادهم راه يجيو علينا والناس هنا كاين شي ناس لقيناهم في الطريق تيبنيو وكاين يعني هذوك استافدوا خرجوا لهم الفلوس اي شحال تقريبا هنا في الدوار الناس اللي ما استافدوش هذا كلشي الناس استافدوا يعني الاغلبيه استافدوا الناس بقاو شي جوج ولا ثلاثه شي جوج ولا ثلاثه اللي منهم انتوما منهم حنا اي كلشي الناس استافدوا وعاودتوا درتوا شي شكايه مؤخرا لا في هذا الشهر ديال خمسه في البدايه ديالو ولا ما درتوش شكايه داروا الشكايه الدراري داروا يكون خير ان شاء الله يعني مازال كاين الله الباقي الله حنا لكن فين باش نبيعو دروكني حنا ما عندنا باش نبنيو كاين الله الباقي الله متتبعي ريحانة بريس كما كتشاهدوا هذه الحالة هذه يعني حالة خاصة هذه السيدة وعندها الزوج ديالها مسكين مكفوف ما تيشوفش وماتوا اليوم 4 ديال الضحايا في الزلزال اللي هي الزوجة ديال الابن ديالو والابناء ديالها ثلاثة يعني الامر صعيب شويه ولكن نتمنى من الله هذا الصوت ديال هاد الناس هذا يوصل للمسؤولين وتكون واحد الالتفاته اللي هي التفاته عاجله ويعني يشوفوا من حالهم ويحاولوا يعوضوا لهم لان هاد الناس هادو كيستاهلوا ان يعوضوا لهم لانهم متضررين بزاف وهم الان كيسكنوا هنايا في هاد السكن لانها سخونه انا دابا دخلت لهاد البلاصه سخونه بزاف هنا مع الشمس وهي مصوبه غير من الطوله سخونه بزاف يعني صعيبه عليهم وفوق البرد حتى يعني كتكون صعيبه عليهم يعني فوق البرد كتكون بارد كتكون الخطره قالت لك السيده انك تكون كتصب عليهم الشتا بزاف هما هادو انا فين تيسكنوا هادو على ما قالوا لي الناس داروا لهم من الجمعيات ما دارتهمش الدوله يعني كاين جمعيات هما اللي جاوا داروا لهم هاد البنايات هادو يعني بنايات مؤقته متتبعين جريدة ريحانة بريس مرحبا حنا الآن كنتواجدو في دوار تافكاغت شمال أمزميز كيبعد على أمزميز تقريبا بواحد 3 كيلومتر هنا الناس ضروا بزاف 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 كاينة معنا واحد الحالة ديال واحد السيد اللي مسكين هو كفيف ما كيشوفش كيتواجد في واحد المقطوره اللي صوبات من المقطوره اللي كيصوبوا الجمعيات غادي نسالوه على واش استفد من الدعم ديال الدوله بالنسبه للناس المتضرره بسبب الزلزال اللي ضرب منطقه الحوز وغادي نعرفوا منه بزاف ديال المعلومات ان شاء الله السلام عليكم سيدي محمد نعم ماشي اعطينا الاسم ديالك محمد سيدي سعيد محمد سيدي سعيد محمد بن حمد سيدي سعيد محمد بن حمد سيدي سعيد بالنسبه لك سيدي انت تزاديتي في هذه المنطقه او لا كنتي في شي بلاصه وعاود جيتي سكنتي هنا مالك هنا فاش سكنتي هنا فاش تولدتي
هنا هنا فاش كاين والديه هو فاش. شحال في العمر ديالك تقريبا؟ نعم 90 طالع في 100 طالع في 100 عام تقريبا 90 وشي حاجه ياك؟ بحال 90 هكا تقريبا. بالنسبه للدار ديالك رابت كامله؟ الخيمه السكنه ديالك رابت كامله بسبب الزلزال؟ سيدي كامله. ومات لك شي حد من العائله ولا لا؟ مات اربعه الناس. شكون هما؟ فيها المراه وثلاثه الدراري. شنو كيجيوك هاد الناس؟ نعم. شنو كيجيوك؟ شنو قراب لك هاد الناس؟ ما يقال؟ يا لا وحده مرت ولدي. ايه ولد ولده وجوج ولاد وواحد الولد اخر معزوله بنته. هي ثلاثه الاولاد والمراه. يعني ماتوا من العائله ديالكم اربعه ديال الناس. اي اربعه ديال الناس. وبالنسبه لهاد الناس اللي ماتوا كانوا معكم في الدار وحده ولا كانوا بعد منكم؟ بالنسبه للسكنه كنتوا كتسكنوا في دار وحده ولا انتم كتسكنوا في دار وهما قراب ليكم؟ لا حنا ناسنا وكان في البيت حتى طاح داك الشيء. حتى طاح داك الشيء. وبالنسبه لهاد الدعم اللي الدوله كتعطي لهاد الناس اللي كيبنيو، واش استفدتي منه نتايا ولا ما استفدتيش؟ لا ما شديت والو. ودرتي الشكايه؟ درنا الشكايه عند القايد ما مقبوله شيء، ما دار شيء. اشنو قال لك القيد؟ ها؟ القيد اشنو قال لك؟ ما قال لنا والو. وجاو هنا شي لجنه شافت السكنه ديالكم ولا ما شافتهاش؟ ها؟ اللجنه جات شافت السكنه ولا ما شافتهاش؟ شكون هما؟ اللجنه اللي قيدوا الديار. اللي قيدوا الديار؟ اللي قيدوا الديار وانا ما كنت ديك الساعه طاح عليا داك الشيء، مشيت للسبيطار ما كنت هنا. يعني الوقت اللي جات اللجنه نتايا كنتي في السبيطار ما كنتيش حاضر هنايا؟ لا انا في مراكش. اييه وما بقاوش عاود رجعوا لعندك اللجنه؟ ما بقاوش عاود رجعوا لعندك؟ لا ما تلوؤوا ولاو صافي. وشحال من شكايه درتوا نتوما؟ ايوا شكاوا عند القايد ما دار شيء. شكاوا عند العامل. العامل ما دار شيء. ايوا حنا. وبالنسبه انت باش كتعيش هنايا؟ شكون اللي كيصير عليك؟ شكون اللي كيجيب لك الماكله ديالك؟ شكون اللي مكلف بك؟ الاولاد. الوليدات؟ إيه. ان شاء الله. انت بقيتي غير انت وهاد السيده اللي هي الزوجه ديالك ياك؟ انا وياها بجوج. الدراري راه كلشي تزوجوا. كلشي تزوجوا ومشاو. كل واحد فين كاين. وبالنسبه للدار ديالك قريبه هنا ما بعيداش الا بغينا نشوفوها كيفاش ريبه وكيفاش طايحه؟ لا قريبه. وباقي ريبه هكا كيف ما كانت النهار الاول. مالكه راهي استتمل. واخا استتمل. وري ليها الدار اللي ان شاء الله ان شاء الله غادي نشوفوها. إيه. غادي نشوفوها. دابا شحال من عام انت وانت ما كتشوفش بالعوينات ديالك؟ شي 30 عام. شي 30 عام باش ما كيشوفش؟ ما كيشوفش كاع ولا كيشوف شي شويه؟ ما كيشوفش. ما تيشوفش كاع. هو حيد الجلاله. حيد الجلاله ووقع ليه شي مشكل ما بقاش تيشوف. وقع ليه هو جابو داك اللي تيقدح العينين. حيد جلاله ومبقاش تيشوف. تنشوف ديك الساعة ملي حيدت جلاله كنشوف، ولكن داك الشيء اللي قال لي ما درتيش. يا هذاك الرجل ما تبعته. هو الامر لله، الامر لله. حنا ان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله بحول الله. المهم بالنسبه لهاد الحاله هذه المتتبعين ريحانه ابريس، هي حاله من بين الالاف ديال الحالات. هاد الدوار هذا تقريبا الدوار شحال مات فيه من واحد مجموع؟ شي 100؟ على ما تيقولوا لنا شي 100 واحد. ماتوا لينا اربعه. ماتوا ليكم انتم اربعه. ماتوا جيراننا سبعه باللي ليهم، ماتوا جيراننا ثاني جوج بنات جوار عند والديهم عند امهم مع ولادهم. مات هذا ثاني هو وبنته وولده. ولد عمي وولد جو. ويلي 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 هذاك شي قرابه ماتت. كاينه اللي تتموت 20 في الدار، خمسه سته في الدار. سبحان الله. واحد كاين سبعه مشاو بقى غير خو. جيراننا سبعه. سبعه مشاو بالليل. مش سبعه. انا غير بقى العمر ما جاوني الدراري علي نيت صافي. ايوا الحمد لله على لطف الله. الحمد لله على لطف الله. الدراري من عام 50 جراو الناس. متتبعي ريحانه بريس، المهم
وعندي واحد يبدي. المهم هاد السيده هنايا كما كتلاحظوا هنايا فين المقر ديالها، فين كطياب وفين كت هنايا فين كتعيش هاد السيده هادي. هنايا كيف ما كتشوفوا هاد الناس كيحمدوا الله وتيشكروا على كل حال. هما الطلب الوحيد ديالهم هما انه يستافدوا كما استافدوا الناس باش نبنيو، يعني باش يبنيو السكنه ديالهم وكل شيء، هذا هو اللي كان. بالنسبه لك هنا فين كطيبوا ديما نتوما؟ البوطه ديالك الصغيره هذه 8 شهور هما تيطيبوا هنايا كما كتقول الوالده، 8 شهور من شهر 9 دابا الا كاع دخلوا الناس يعني كيقولوا البرد، هما فين غيمشيو الناس الكبار؟ سيدينا غير البرد. لا لا الناس الكبار، واحد السيده عندها 80 عام، السيد عنده 90، السيد عنده 90 عام، فين غيمشيو هاد جوج الناس فين؟ ايوا فين الله السيد مسكين ما كيشوفش وكبير في العمر، يعني الامر مؤسف. بالنسبه لهنا كيطيح الثلج عندكم؟ برد كيكون هنا، كيكون البرد وكيكون حتى الثلج و... البرد والشتا والثلج كتكون صعيبه. البرد علينا كل شيء هادشي الضو، انا ما عندي تما الضو ما تنضوي يعني. بالنسبه للحراره هنا كتكون سخون الحال عاوتاني في وقت الصيف تكون سخونه القضيه، كيكون سخون وهنا بزاف كما تلاحظوا وتتبعي ريحانة بريس. هنايا الناس كيعانيو معاناة، يعني هما في واحد الحالة يرثى لها هنايا المعدات ديالهم والأدوات ديالهم. بالنسبة لك هنا فين كنتو كتسكنوا ربما المرة الأولى؟ لا يعني قبل ما يحولوكم، يا كل ما بنونا هذيك الجمعية اللي بنونا لها تما الله يخلفها، قبل ما يحولوكم يعني هنا كنقعدوا هنايا فين كتجلسوا؟ هي وتا هذاك ما كاين. حتى انا ما كاينش، يعني اول مره فاش جا الزلزاله ديال البلاصه فين كنتو كتجلسوا؟ ايه ولدي ايه كاع الناس ماشي حنا، الناس كاع كانوا كيباتوا غير في الخلا، الناس كلشي كانوا كيباتوا في الخلا. الله يحسن العون على ذكرين بهاد الدوار شنو سميتو؟ تفكرت دوار تفكر تقليم الحوز، دوار تفكر تقليم الحوز، تقليم الحوز دائره تمزمز، دائره تمزمز. شوف داك الشيء اللي مات تما شحال مدفون، سبحان الله الله يرحمهم. السلام عليكم. السلام معكم ريحانة بريسا، مرحبا. الله يجزيك بخير، سولي لي هذا السيد لان هذا السيد كيتكلم الشلحه وانا ما كنتكلمش الشلحه، ومعايا السيده اللي غتساعدني على هذا السيد. قول له الدار ديالك شنو وقع ليها، واش عندك شي ضحايا، وشحال وانت كتعيش هنايا؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. ثلاث سنين. كل سنين فهم زمز ومن الزلزال وانت هنايا. ايه هنا هنا صغير طاحت لك الدار، ما بقاش عندك الدار والو، كله طاح وما استفدتيش لحد الان والو. 2500 درهم ما شديتيهاش، اللي 5000 والو. وبالنسبه للشكايه درتيها ولا ما درتيهاش؟ درتي الشكايه ولا اني والو. شحال من شكايه اللي درتي؟ ثلاثه ايس كريم. ثلاثه الشكايات. فين درتيهم؟ ها؟ واحد في البوسطه زيد، واحد في الجامعه، واحد في جوج في تحناوت، جوج في تحناوت، جوج في تحناوت، وحده في الولايه في مراكش. yeah. وبالنسبه للدار ديال واش طاحت كامله ولا طاح منها غير شي شويه؟ كلشي طاح كامله. وبالنسبه واش توفاو شي عائله من العائلات ديالك ولا لا؟ كيموت كراغ العائله. لا لا ولي موتي، ولي موتي الحمد لله. وبالنسبه لنتوما هنا باش كتعيشوا، شكون اللي كيجيب لكم ما تاكلوا؟ كيفاش عايشين هنايا؟ المحسنين. المحسنين المحسنين كيجيبوا لكم داك الشيء اللي قسم الله. وبالنسبه ما جاو عندكم للدار، ما بالنسبه للجنه ما جاوش عندكم للدار، ما قلبوا ما صوروا الدار ما والو؟ لا لا يشتغل قايد راهي تقيده الى في مخدموه. شنو قال؟ جا قال تيقول له ديال السور جديد يشتغل القايد.